سلام الله عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة على مدونة المحترف. موضوعنا لهذا اليوم سنركزه حول PayPal. هناك الكثير من الإخوة والأخوات كذلك من يفتحون حسابات على PayPal ولكن لا يدركون مدى أهمية الحفاظ على هذه الحسابات، بل وكذلك لا يدركون أو لم يسبق لهم أن قرأوا شروط وقوانين استخدام PayPal، بل ولا يدركون كذلك بعض النقاط المهمة والأخطاء التي يرتكبونها بصفة مستمرة والتي قد تسبب في حظر حسابتهم على PayPal. شخصيا فتحت حساب PayPal، أول حساب أتذكر كان سنة تقريبا 2010 أو 2011، وهذا الحساب الذي أنشأته كذلك سقطت في الكثير من المشاكل. هذه المشاكل إن شاء الله قررت أن ألخصها في نقاط سأدرجها عليكم في هذه الحلقة وسنشرحها ونفهمها سويا. أولا نقطة سأركز عليها في هذه الحلقة وهي نقطة استقبال الأموال من أشخاص غير معروفين. نعم، ما أقصد بذلك هو أنه في بعض الأحيان تشتري رصيد PayPal من شخص لا تعرفه، فقط التقيت به في فيسبوك أو التقيت به في منتدى أو التقيت به في غرفة شات أو إلى غير ذلك. هذا الشخص لا تعرفه فتشرع في إرسال له المال ويرسل لك رصيد PayPal. هذا الأمر قد يؤدي بحسابك على PayPal بالحظر. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي يرسل لك المال أنت لا تعرف هويته وقد يكون عبارة عن سبامر بمصطلح قريب من العامية الهاكر، يمكن أن يكون هاكر يعني على عموم سبامر، يرسل يعني يقوم بقرصنة حسابات PayPal ويرسل لك رصيد منها. يجب أن تعلم أن أو يعني يمكن أنه يشحن حسابه PayPal بطرق ملتوية وتقوم PayPal بتطبيق عليه عقوبة معينة، إما حظر الحساب أو ليميتيشن أو إلى غير ذلك. فنفس العقوبة قد تطبقها على حسابك، يعني حتى حسابك يمكن أن يسقط في الحظر أو في الليميتيشن. لهذا يجب دائما التأكد من الناس التي نشتري منها رصيد PayPal أو التي تحول لنا مبالغ عبر PayPal. نقطة أخرى وهي نقطة مهمة جدا وهي بعض الأشخاص الذين يفتحون حسابات على PayPal يشرعون في استقبال مبالغ يعني متوسطة، مثلا يستقبل في الشهر $100 $200 $50 طيلة سنة وهو يستقبل $100 $50، فجأة في بعض الأيام القليلة أصبح يستقبل $5,000 أو $5,000 في الأسبوع أو $5,000 في الشهر. يعني هناك تحول جد ملحوظ في المبالغ التي أصبح يستقبلها. هنا يعني PayPal قد تجعل حسابك يقع ليس في الحظر وإنما ما يسمى بـ PayPal Limitation. PayPal Limitation أن تصبح محدودية على حساب PayPal وتصبح PayPal تطالبك إما بإثبات هويتك أو إثبات مصادر الدخل. فإذا كنت غير قادر على إثبات مصادر الدخل، هنا صديقي يجب عليك عدم إرسال مبالغ مالية ضخمة دفعة واحدة. يعني يجب أن تقوم بزيادة هذا المبلغ تدريجيا وإرسال هذه المبالغ تدريجيا ورفع نسبتها تدريجيا إلى أن تصل إلى المبالغ التي تتوصل بها يوميا، هذا حتى لا تجعل PayPal تلتفت إلى أن هناك نشاط غير عادي في حسابك، لأن PayPal وموظفي PayPal لا يراقبون ملايين الحسابات على PayPal والملايين من الترانزاكشن. هناك بعض العناكب وبعض الروبوتات التي تتولى هذا الأمر، فمباشرة بعد أن يعني أن تلاحظ أن هناك شيء غير عادي في حساب تقوم بتطبيق الليميتيشن. فأما إذا كنت بطبيعة الحال قادر على أن تثبت هويتك أو هوية استقبال الأموال فهنا لا مشكلة. هناك نقطة أخرى وهي في ما يخص النيجاتيف بالانس، وهنا سأنتقل إلى موضوع آخر يهم أكثر الأشخاص الذين يعملون على الأنترنت، إما فريلانس أو يقوم بالبيع والشراء على الأنترنت. هناك شيء يسمى بالنيجاتيف بالانس. ما هو النيجاتيف بالانس؟ النيجاتيف بالانس هو أنه يكون في رصدك ناقص مبلغ معين، يعني ناقص 50 ناقص 40 ناقص 30، هو مبلغ PayPal تطالبك بدفعه. جميل، متى PayPal يعني تجعلك تقع في نيجاتيف بالانس؟ المشكلة هنا تحصل عندما يقوم عميل معين بطلب الريفاند، يعني عندما يطلب الريفاند وحسابك ليس به المبلغ الذي يطلب، هنا تقوم PayPal باختصامه من حسابك وتقع في مشكلة نيجاتيف بالانس.
ماذا يعني كثرة نيجاتيف بالانس على حسابك؟ هذا يعني أنك شخص غير جدي في العمل على الانترنت. هذا الأمر يؤدي بالحساب مباشرة إلى الحظر. وعندما أقول الحظر فمن الصعب جدا فتح الحساب مرة أخرى أو فك الحظر مرة أخرى. لماذا؟ بكل بساطة هناك الكثير من العوامل التي تساعد على هذا الأمر، خصوصا أننا عرب وخصوصا أننا مغاربة، لأن أكثرية المغاربة للأسف غير جدون في تعاملاتهم. هناك من يفتح حساب على البايبال ويشع في النصب على بعض التجار أو بعض الأشخاص فيقوم بسحب الأموال، ثم يفتح حساب آخر وفتح حساب آخر وهكذا. لهذا فهذه السمعة السيئة التي أصبحت للعرب على الأنترنت جعلت أن الشركات، هناك شركات أقفلت تعاملها مع العرب، وهناك شركات مثل بايبال لازالت تتعامل مع العرب ولكن ضيقت الخيمة. لهذا هذه دعوة للإخوان أن يكونوا أكثر جدية قبل أن يتم طردنا جميعا من على هذه المنصة. فعلى العموم يعني قلت أن عندما يعني كثرة النيجاتيف بالانس تجعل الحساب يعني يتم حظره من طرف بايبال. طبيعة الحال كيف نتجاوز هذه المشكلة؟ هذه المشكلة بالنسبة للناس التي تعمل عمل حر على الانترنت يجب دائما أن يكون هناك رصيد بايبال كافي على حساباتهم. يعني أنا لا يمكنني أن أقترح عليك مبلغ، ولكن على حسب تعاملاتك الشهرية. إذا كانت تعاملاتك الشهرية تفوق $1,000 على الأقل ضع يعني ضع 1000 أو 2000 دولار في حسابك بايبال، تبقى دائما على الحساب. هذا لي كي تتجاوز مشكلة النيجاتيف بالانس. هناك نقطة أخرى، نقطة أخرى وهي أنه بعض الإخوة يقومون بفتح أكثر من حساب على البايبال. جميل، يجب أن تعلموا أن يمكنكم طبيعة الحال أن تفتحوا أكثر من حساب على البايبال، ولكن ماذا يعني ذلك؟ ليس يعني أنك تفتح نفس نوعية الحساب. يعني يمكن أن يكون لك حساب، لأن هناك كثير من أنواع الحساب على البايبال. يمكنك أن تفتح مثلا حساب بيرسونال أو برايم، ويمكنك أن تفتح آخر بزنس. يعني يمكن أن يكون لك حساب بايبال بزنس ويمكن أن يكون لك حساب آخر برايم على سبيل المثال. إلا أنه يجب أن تعرف أنه في حالة إذا كنت تفتح أكثر من حساب على البايبال، في حالة إذا تم تطبيق عقوبة على الحساب الأول يمكن أن تنتقل عفوا إلى الحساب الثاني. لهذا كنصيحة لا يجب عليكم فتح أكثر من حساب على الحاسوب الواحد. اللهم أنه يمكنك أن تفتح كل حساب في حاسوب معين، وقبل فتحه تقوم دائما بعمل ريستارت للروتر. مثلا لدي حساب برايم واحد، فتحت هذا الحساب لا تا 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 تا. إذن أريد أن أنتقل إلى حساب حسابي الثاني. قم بالديكونكت من الحساب الأول، أو يعني قم بتسجيل الخروج من الحساب الأول، ثم الحساب الثاني الذي تمتلك افتحه في حاسوب آخر وقم بعمل ريستارت للروتر. بايبال لا تمنعك من فتح حسابين، ولكن في حالة إذا تم تطبيق عقوبة على حساب واحد مثلا ليميتد اكاونت، قد يتم تطبيق نفس العقوبة على الحساب الثاني. هذه تجربة لم أعيشها شخصيا، ولكن إذا بحثتم في المنتديات ستجدون الكثير من الإخوة يشتكون من نفس المشكلة. لهذا رجاء لا تقعوا في نفس المشكلة، لا تقعوا يعني في نفس مشكلة فتح حسابين. هناك نقطة أخرى وهي أنه يجب عليكم أن تعرفوا نقطة مهمة جدا، أنه في حالة، هذه نقطة يمكن أن أعتبرها نقطة سلبية في بايبال، أن في حالة كلاينت معين، عميل معين طلب الريفاوند، كن على يقين أن بايبال دائما تنحني إلى العميل، دائما تنحني إلى العميل. يعني أنا أعرف بعض الإخوة من لم يعودوا يعتمدون على بايبال أو يتعاملون مع بايبال لهذه النقطة. بايبال دائما تنحاز إلى العميل، دائما العميل على حق. يمكن شخص أن يشتري منك منتوج أو تقوم بعمل معين معه، وفي النهاية يطلب الريفاند، وبايبال ستضمن له الريفاند. والمشكلة الأكبر أنه لكونك عربي، هذه هي المشكلة، لكونك عربي حتى إذا أظهرت البروف والدليل للبايبال على أنك بالفعل أسديت عمل لذلك الشخص، أو أن هذا الشخص تقاضى سلعته،
باي بال لن تنتص لن تتص... تنتصت إليك، لن تستمع إليك على العموم، لن تستمع، اعتذروني على العربية، لن تستمع إليك، وقد تنحاز إلى البائع، وهذا يقع في الكثير من لماذا؟ لأنك عربي، العرب معروفون بالغش، معروفون بالخداع، معروفون، ولن تنحاز إليك. وأتمنى أن هناك الكثير، أنا أعرف أن هناك الكثير من ما وقعوا في هذه المشكلة ويشاهدون هذا الفيديو الآن. أحب رجاء ضعوا تعليقاتكم لكي يعرفوا مدى سمعتنا لدى الباي بال، مدى السمعة الحالية التي أصبحت لنا كعرب مع الباي بال. على العموم هذه هي بعض النقاط، وأتمنى صراحة أن تكون هذه النقاط قد استفدتم منها. إذا كنتم ترغبون في فيديو آخر حول الباي بال فأنا جاهز لتقديم بعض الفيديوهات الأخرى حول الباي بال، فقط لا تبخل عليها بالنقر على زر لايك. أو ما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها حلقاتي فاسمي راغب أمين وأقوم بتقديم حلقات منذ سنة 2010 وإلى حدود الساعة. يمكنكم دائما الانضمام إلي عبر النقر على زر سبسكرايب، هناك فيديوهات طيلة الأسبوع جميع المستويات كيفما كان مستواك. مرحبا بك. إذا أراكم غدا إن شاء الله، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.